للي حد الآن. ولازم نذكر باللي هاد الأشهر الأخيرة هذه تطبيقا للتعليمات سيد الوزير الفلاحة، نعم، وفي كل خرجة نتاعو هاد المسألة هذه تكون في قلب المسائل اللي تطرح على مستوى الولايات وعلى مستوى الميدان. دونك بناء على التعليمات هذه وبناء على التعليمات خرجت في 2018 لغاية اليوم فيما يخص الحيازة العقارية وفيما يخص الأرض اللي مديناها في نطاق الاستثمار عن طريق الامتياز والأراضي اللي تخص القانون 87-19، رانا في حوالي 300,000 هكتار. 300,000 هكتار آخر رقم هذا، آخر رقم، وهو يعني اللجنة ما زالت تدرس على مستوى الولايات، خاصة الولايات اللي عندها أكبر حصة في الأراضي وأكبر حصة في الأراضي اللي وزعتها. 300,000 هكتار رقم كبير سي حمداني. لا رقم كبير، لكن لو كان نشوفه يعني نقارنوه بكل الجهود اللي جات بها الدولة، بكل الأراضي اللي توزعت اليوم من 83 خاصة ورواح، ما راناش بعاد على أكثر من 1.5 مليون هكتار. إذا اليوم كل سياسة، أنا كي قلت لك 300,000 هكتار رقم كبير يعني ما كانش مستغل، ربما كان يسبب عجز حتى للسوق الوطنية. لا يعني إذا استغليناه دوكا 300,000 هكتار، أفرض يعني هاد 300,000 هكتار برك كانت مستغلة، وهاد 300,000 هكتار جابت الحصة نتاعها فيما يخص يعني الإنتاج والمنتوجية. اليوم حتى ولو الحمد لله الأرقام مهنا، وزير الفلاحة ودار ندوة صحفية وقال وأعلن على أرقام اللي مشجعة يعني خاصة في ميدان الحبوب، ولكن نكونوا أحسن. ولا اليوم نقولوا باللي السياسة نتاعنا على مستوى الفلاحة وعلى مستوى الحكومة هي نقلصوا من الاستيراد، نحسنوا الإنتاج، ولما لا لازم نصدروا، خطرش عندنا القدرات باش نصدروا، مش بالأراضي اللي نوزعوها وتقعد بور.